معي على الهاتف الدكتور عمرو الجرحي وزير المالية المصري. مساء الخير يا عمرو بيك. اهلا، ازيك يا استاذ سامر؟ ازاي حضرتك؟ اهلا بيك. تمام الحمد لله. كل سنة وحضرتك طيب بمناسبة الأعياد، ويا رب دايما مصر كده تبقى في أحسن حال. الله يحفظك يا استاذ سامر، ربنا يخليك. معالي الوزير، خليني ابدا مع حضرتك برقم الذهب. وفي كتير من المصريين مش عارفين يعني ايه الاحتياطي مصري من الذهب، وصل ل 50 مليار، دي حاجه حلوه حاجه وحشه، مقياس لايه، اشاره لايه، فياريت حضرتك تشرح لنا. هو حضرتك طبعا يعني احتياطي الذهب او حتى الاحتياطي الدولاري ده يعني ارقام بتعلن بواسطه البنك المركزي على الـ يعني ما يوجد له من مخزونات من الذهب بتغطي العملة. رقم 50 مليار يعني احنا بنقترب من 3 مليار دولار. فده بيوضح انه دي كمية ذهب بناء على الاسعار العالمية للذهب بتقيم بتوصلنا للرقم ده. فده طبعا في ضوء انه اسعار الذهب ارتفعت في الفترات الاخيرة، بتصور انه الرقم وصل لهذا الرقم، وده برضو بيدي مؤشر جيد للاحتياطيات اللي موجودة في الدولة. يعني بخلاف الاحتياطي النقدي الدولاري اللي هو واصل ل 42.6 مليار دولار، انه الاحتياطي من الذهب او قيمته اللي عندنا كمخزونات ذهب ارتفعت الى هذا الرقم. ممتاز. طيب بالاشاره بسرعه، بما حضرتك ذكرت الاحتياطي من النقد الاجنبي والرقم اللي احنا وصلنا له 42.6، البعض بيقول ال 42.6 ده رقم ثابت للاحتياطي الاجنبي، ولا ده بس بمجرد الدفعات او الشرائح اللي احنا بناخدها من القروض واتحطت للاحتياطي، لكن اول ما تتشال منه يرجع ينزل تاني؟ فحضرتك تقول لنا بتتقاس ازاي؟ لا 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 لا، الاحتياطي بيجي من مكونات كثيره، مش فقط ان احنا بنقترض وبنحطه عليه. احنا لما بنقترض من الخارج او بنقترض من الداخل، ده له علاقه بالتنويع مصادر التمويل بالنسبه لنا على اسعار الفايده المختلفه. والحاجه الثانيه ان احنا لما بنقترض من الخارج ومع التحسن في الاداء الاقتصادي بيبتدي سعر الفايده كمان ينزل، فاحنا بننوع المصادر اللي بنجيبها. لانه خليني اقول لحضرتك، في نوفمبر 2016 احنا ما كانش عندنا، ما كناش نقدر لا نصدر سندات في الخارج، ولا كان بيستثمروا في ادوات الدين الثابت اللي هي الاذون الخزانه في مصر. وده نتيجه الاختلالات اللي كانت موجوده. كون النهارده ان احنا بنقدر يعني نصدر سندات خارجيه ويبقى في مستثمرين بيستثمروا في السندات اللي بنصدرها بهذه الكثافه وبهذه الرغبه الكبيره، وكمان بيحصل تحسن في اسعار الفايده، كل ده بينعكس يعني بيعكس حجم التطور الاقتصادي اللي بيحصل وحجم التحسن في الاداء الاقتصادي اللي بيحصل بشكل تدريجي نتيجه البرنامج اللي بيتم للاصلاحات الاقتصاديه اللي موجوده. فبالتالي هو مش رقم بيعبر فقط عن مدينه اخذناها، لانه في جميع الاحوال لو انه المنظومه كلها مش ماشيه بشكل كويس وفي حجم واردات نزل وحجم تصدير زاد وموارد اخرى زادت، ما كانش ممكن هنوصل لهذا الرقم. فالرقم ده مكون لامور كثيره بتتحرك بشكل ديناميك مع بعض. ممتاز. وصلنا في نهايه مارس 42.6، وبنرى انه هيزيد كمان في الفتره القادمه. ممتاز. القصه الاساسيه موضوع خبرنا، وهو اعلان البنك المركزي كمان عن انخفاض معدل التضخم ل 11.59. التضخم على المستوى السنوي وصل ل 13%، ده اللي اعلنه الجهاز المركزي للتعبئه والاحصاء. البنك المركزي بيعلن يعني رقم ثاني للتضخم بيطلق عليه الكور انفليشن او التضخم المركزي، اللي هو بيشيل فيه بعض المكونات اللي هي فيها نوع من التذبذبات العاليه او التحرك لفوق ولتحت بشكل عالي عشان يقدر يشوف الارقام بشكل سليم. فاحنا بنتكلم من البنك المركزي تحت 12% ما يسمى بالكور انفليشن، والجهاز المركزي للتعبئه والاحصاء نزل ل 13%. فدي طبعا كلها ارقام جيده جدا. انت كنت وصلنا ل 17 و18 و20، لا احنا كنا وصلنا في يوليو اللي فات ل 35%. يا نهار ابيض. كان وصلنا رقم مرتفع جدا في يوليو الماضي، وصلنا ل 35%. طيب. فبالتالي ارقام جيده جدا في التحسن. الحاجه اللي كانت يمكن اعلى شويه من المتوقع اللي هو التضخم الشهري اللي هو كان 1%، بس ده مرات بيبقى فيه حاجات استثنائيه بتحصل. يعني يمكن شهر مارس احنا شفنا عواصف ترابيه وشفنا بعض التغيرات ممكن دي تكون اثرت على اسعار بعض المنتجات زي لسه يعني بنشوف تحليل الموضوع ده عشان يعني نعرف سبب ايه ارتفاع 1%. صحيح. شهر مارس مقابل فبراير كان 3.1%، ومقابل ديسمبر ويناير كان
بالماينس، يعني ماينس ماينس واحد في واحد من 10%، يعني معناها انه الاسعار بتنخفض. فبالتالي بندرس طبعا كل شهر على حده عشان نشوف التاثر ايه، لكن في المجمل ان احنا واصلين لارقام التضخم طبعا نتائج طيبه جدا. طيب معالي الوزير، هذا الخبر الرائع فيما يتعلق بانخفاض معدل التضخم لما يقارب ل 12% بيطرح استفسارين سريعين عايز اجابه من حضرتك عليهم عند المواطن المصري. واحد، هل معدل التضخم لما ينخفض كده نتوقع انه يستتبعه قرارات من البنك المركزي بانخفاض سعر الفايده سواء على الودائع او على القروض؟ لا، هو البنك المركزي يعني عمل الكلام ده يعني في اخر 6 أسابيع او 7 أسابيع. مظبوط. البنك المركزي خفض مرتين، 1% و1% بناء على البيانات اللي موجوده قصاده، بيانات التضخم اللي موجوده قصاده. طبعا هيعمل ايه؟ لانه لجنه السياسه النقديه بتجتمع كل 6 أسابيع، هيقرر ايه البنك المركزي وهيراقب ايه الفتره القادمه؟ ده طبعا هذا وشأنه في مراجعه الـ لكن بيبقى طبيعي، بيبقى طبيعي التوقع انه لما التضخم ينزل غالبا كمان الفايده بتنزل، ده يعني ده الاجراء الاوتوماتيك المفترض. لكن طبعا يعني ما بنقدرش ناخدها كده يعني بخط مباشر. صح. ده لازم يحصل لانه في اعتبارات البنك اخرى، البنك المركزي بيراقب حاجات اخرى، فبالتالي بناء على التحليل يعني، لان ده بيخضع عليه كم تحليل عميق جدا. صحيح. والناس اللي بتشتغل عليه ناس الحقيقه شاطره جدا، فالارقام دي علشان يتحرك فيها او البنك المركزي يتحرك فيها لازم يبقى عنده شواهد معينه يقدر يعني اجابه عليه. حضرتك انه ممكن لكن مش بالضروره. بالظبط كده. تمام. الاستفسار الثاني بقى بالنسبه للمواطن البسيط، هل انخفاض معدل التضخم هل المفترض انه يستتبعه ثبات او انخفاض في اسعار السلع في الاسواق؟ بص حضرتك، هو انخفاض معدل التضخم يعني الناس كثيره بتتلخبط، لما نقول انخفاض معدل التضخم معناها انه ممكن تكون الاسعار بتقل، لكن انخفاض معدل التضخم يعني معدل زياده الاسعار او معدل تسارع زياده الاسعار بيبقى ابطا شويه. اللي انا قلته لحضرتك اللي هو على المستوى الشهري انه في ديسمبر ويناير وفبراير ومارس كان مدينا شكل جيد جدا انه الاسعار في حاله ثبات او يمكن في بعض الاحيان نزول طفيف. مارس صحيح. كان مرتفع شويه، جايز ده ممكن يكون نتيجه ظروف استثنائيه في بعض البضائع والسلع ومنها السلع الغذائيه. يعني طالبين تحليل الكلام ده عشان نعرف ايه السبب اللي حصل فيه خلال شهر مارس، ولكن الفكره كلها ان احنا على المنظور الشهري ده بيدينا نظره على ثبات الاسعار او استقرار الاسعار، هو ده الاهم. ممتاز ممتاز، بشكرك شكرا جزيلا معالي الوزير الدكتور عمرو الجرحي وزير الماليه، واعتقد ان حضراتكم فهمتوا قدر الامكان معنى الثلاث تصريحات سواء اللي متعلق بانخفاض معدل التضخم او ارتفاع احتياطي مصر من الذهب او حتى قصة الفوائد بتاعة البنوك والأسعار، عشان في ناس كتير بتقولك أوبا يبقى كده الأسبوع الجاي البنك المركزي هينزل سعر الفايدة على الودائع وبالتالي القروض كذا. مش بالضرورة زي ما قال لنا معالي الوزير، وإن في اعتبارات أخرى كتير بتخش في الموضوع، خصوصا إن في آخر اجتماع لمجلس مجلس أمناء البنك المركزي كان خفض الفايدة بالفعل 1%. هل هيعملها تاني بعد 6 أسابيع ولا لأ؟ ممكن لكن مش بالضرورة. لكن في كل الأحوال العنوان العام للثلاث تصريحات أو الثلاث أخبار أو الثلاث عناوين دول إنه مؤشرات إيجابية على الاقتصاد والوضع المصرفي المصري.